لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. سبب خامس من أسباب زيادة الخوف في القلب من الله عز وجل ألا وهو التفكر في القيامة وأهوالها. فالعبد إذا استقام فكره في الآخرة وأهوالها العظام من حين بعثرة القبور إلى ساعة ذبح الموت هاج الخوف من قلبه حتى لا يمكن دفعه، ولولا روح الرجاء لهلك. أو تدري أخي ما يوم القيامة؟ إنه يوم شديد هوله، عظيم كربه، يوم لم يرى العباد مثله. أبدأ معكم بهذا المشهد لزلزال صغير لننتقل منه إلى الزلزال الكبير من خلال آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. で収まったと思われたその時、映像から地震の大きな揺れは2回あったと見られます。仙台市が揺れてから8秒後、揺れは岩手県盛岡市にも伝わりました。その2秒後には福島県郡山市、照明灯にご注意ください。照明灯に落ちてくるのをお待ちください。おお。
هذه صرخات زلزال في مكان صغير جدا على ظهر الأرض، فكيف تكون صرخات زلزال يعم الأرض بأسرها؟ إنه يوم القيامة، يوم أمرنا الله عز وجل بالخوف منه وترقبه والاستعداد له، فقال: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يشيب فيه الوليد، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، فكيف بأصحاب الجنايات والمعاصي؟ يوم كثير الحسرات، حتى سماه الله يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. يوم يفر فيه الخلق بعضهم من بعض، يوم يقبض الله فيه الأرض والأرض جميعا قبضته، ويطوي السماوات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه. يوم تمور فيه السماء وتكور فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم وتسير فيه الجبال. يوم تفجر فيه البحار وتحشر فيه الوحوش وتبعثر القبور وتنشر فيه الصحف وتكشط فيه السماء، تسعر فيه الجحيم وتزلف فيه الجنة. يوم كان شره مستطيرا، يوم عبوس قمطرير، يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. يوم ثقيل، يوم تبلى فيه السرائر، يوم يكشف الجبار فيه عن ساقه، يوم يعض الظالم على يديه، يوم أنذرناه الله في غير مآية، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لينذر يوم التلاق، وأنذرهم يوم الحسرة. يوم يذوق فيه هذا الكون العظيم طعم الموت والفناء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يا لهول ذلك اليوم الذي يأذن فيه ملك الملوك بفناء كل شيء. أو تعرف أخي قصة الفناء؟ أتدري قصة فناء الدنيا وزوالها؟ أتعرف كيف تكون نهاية هذا العالم؟ ذلك اليوم الذي يتساقط كل شيء لهيبته وشدته. تعالوا نتذكر قصة فناء هذا العالم بأجمعه، خاضعا لعظمة ملك الملوك تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يترقب ذلك اليوم ويشفق من شدته وأهواله: كيف أنعم. هذا يقوله خير الخلق وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أي إسرافيل عليه السلام، أمسك القرن ووضعه على فيه، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وقال أيضا: إن طرف صاحب الصور، طرف صاحب الصور بصره عينه، مذ وكل به، أي وكله الله بأنه الذي سينفخ في الصور، مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. يا الله، انظر لمعرفة الملائكة بعظمة ربهم سبحانه وإجلالهم لربهم جل وعلا، كيف وصل الحال بهم إلى أنه أمر بأمر فلم يعد طرفه يطرف، بل ينظر نحو العرش لأنه يخاف أن يؤمر وطرفه يطرف، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وهكذا تبدأ وتكون بداية الفناء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخة واحدة يصعق لها كل الخلق. كيف تكون شدتها؟ كيف يكون ذلك الصوت العظيم الذي يصعق بسببه الخلق جميعا؟ ثم نفخ فيه أخرى بعد أن ماتوا وصعقوا، كانت النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وبدأت الأهوال، قاموا ليشهدوا أهوال ذلك اليوم الفظيع. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، يوم القيامة، يوم البعث، يوم الفصل،
يوم الحسرة، يوم التغابن، يوم الحساب، يوم الوعيد، يوم الجمع، يوم التلاق، يوم التناد، يوم الخروج، يوم الآزفة، يوم الخلود، القارعة، الصاخة، الطامة الكبرى، الغاشية، الحاقة، الواقعة. يا له من يوم جمع له من الأسماء والمعاني ما تلين به القلوب، ما تفزع والله لأجله العقول. أما تذكرت هذا اليوم؟ أما قلت لنفسك: يا نفس، إنه يوم يشيب لهوله الوليد، يا نفس، إنه يوم يفر فيه المرء بنفسه طالبا خلاصها، يا نفس، إنه يوم ما أكثر الحسرات فيه، يا نفس، إنه يوم الملك فيه لملك الملوك الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، يا نفس، إنه يوم لا أمن فيه إلا لمن تولى مولاه في الدنيا فأمنه الله يوم الفزع، يا نفس، إنه يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يوم تفرد فيه تبارك وتعالى بالملك والسلطان، يوم يقول الله فيه: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يوم جعله الله ميعادا لمثول خلقه بين يديه فيحاسبهم على الصغير والكبير. كم في ذلك اليوم من أهوال تذهل العقول، تفزع القلوب. ها هي السماء يضطرب نظامها، فليست بتلك السماء التي عرفتها. يوم تمور السماء مورا، يتشقق بناؤها، فليس بذاك البناء الذي عليه عهدتها. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وتلك الأرض التي لطالما سرت عليها، لطالما اتخذتها مهادة، ترى ما الذي أصابها يومئذ؟ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. تفكر في يوم تدك فيه الأرض، تحمل الأرض والجبال وتدك دكة واحدة، كيف يكون الهول؟ وعجب أخي من تلك الجبال الراسية الشامخة، يصيبها ذلك اليوم فلا ترى لها أثرا. ويسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا. أما الشمس التي لطالما أضاءت الدنيا ونشرت ألسنة ضوئها في كل مكان، وذلك القمر الذي لطالما أنار بنوره غياهب الليل المظلم، يا ترى ما الذي دهى ذينك القمرين في ذلك اليوم العظيم؟ قال الله: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا الشمس كورت، يجمع بعضها إلى بعض حتى يذهب ضوءها. ويا لله ما دهى تلك النجوم الزاهرة الجميلة، والتي لطالما كانت زينة للسماء تحكي درا بهيا نثر على غلالة سوداء، يا ترى ما الذي أصاب تلك الأنجم يومها؟ وإذا الكواكب انتثرت، أما البحار العظيمة التي تملأ أكثر المعمورة فيا ترى ما الذي دهاها في ذلك اليوم؟ قال الله: وإذا البحار سجرت تشتعل بالنيران لتزيد من هول وفظاعة ذلك اليوم. تأمل حينما يكون كل هذا الماء يحول إلى نار، فكيف يكون هول ذلك اليوم؟ وإذا البحار فجرت تزول الحواجز بين البحار ويختلط العذب بالمالح. يا لله، إنها قدرة الله وتفرده بالخلق والتدبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أخي، تفكرت يوما في هول يوم تحشر فيه إلى مولاك حافيا عارية لا يصحبك مال ولا جاه؟ هل فكرت في يوم يشهده الأولون والآخرون؟ أما فكرت في يوم يستوي فيه الخلائق فلا شريف ولا وضيع، بل الكل عبيد لله تعالى؟ أما فكرت في فضيحة ذلك اليوم وعاره؟ فالفضيحة في هذا اليوم يشهدها الخلق كلهم. أما فكرت في يوم تقف فيه أمام الله ذليلا ضعيفا تنتظر أن يؤمر بك إلى جنة أو نار؟ وقان الله وإياكم شر ذلك اليوم. يا له من حشر ما أفظعه، يشهده الخلق كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا لها من لحظات قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم:
أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين فيا للعجب من يوم يشغل فيه كل أحد بنفسه حتى سألت أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تستغرب من حشر الرجال والنساء سويا تقول يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض هول ذلك اليوم شغل الناس عن أن ينظر بعضهم إلى بعض فيا لله من محشر ما أشده على العباد ويا ترى على أي أرض أخي سيكون ذلك المحشر بعد أن تبدل الأرض والسماوات اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي أي الدقيق الأبيض ليس فيها علم لأحد لا مكان مرتفع لا جبل لا شيء يختفي خلفه أحد ها هم العباد يحشرون حتى يوقفوا على أرض المحشر فما أشدها من وقفة على العباد أرض فضاء لا شجر لا حجر ويا للهول حينما تدن الشمس يومها من رؤوس الخلائق تأمل ونحن في الدنيا الشمس في علوها الشاهق إذا أصابنا حرها ولفحها تألمنا وسال العرق منا فكيف إذا كانت من الرؤوس على قدر ميل قال صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم ابن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين ولو كان مسافة الأرض تأمل على هذه المسافات الشاسعة البعيدة التي تقدر بملايين السنين الضوئية ومع ذلك ربما مات بعض الناس بسبب شدة الحر واسودت البشرة عند البعض الآخر فكيف إذا كان بيننا وبين الشمس مقدار ميل كيف يكون حالي وحالك ووقوفي ووقوفنا أحبتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق أنت الآن ربما تكاسلت عن الصيام غدا الاثنين مثلا أو صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تتعلل بشدة الحر تتعلل بكثرة الأعمال تتعلل بالجهد والتعب تتعلل بعلل كثيرة وربما لا يستقيم لك ذلك العذر أنت الآن ربما تنام عن صلاة الفجر ولا تصليها في وقتها عمدا أنت الآن ربما يكون الدين أهون شيء عندك أنت الآن ربما تتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى أتعرف في ذلك اليوم سيكون العرق مني ومنك على قدر العمل فالذين صبروا في هذه الدنيا على طاعة الله وأمسكوا بزمام أنفسهم عن الحرمات والمعاصي والشهوات يكرمون ويكرمون في ذلك اليوم فمنهم من يكون إلى كعبيه عرق إلى الكعبين ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه الوسط ومنهم من يلجمه العرق إلجام أي كلجام الفرس بل ربما غاص بعض الناس في عرقه والعياذ بالله تعالى وفي هذا الحديث يشير النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه ما أشد تلك الكربات وما أفظع مشاهد ذلك اليوم هل سمعت شيئا أيضا في المقابل عن أخبار الآمنين في ذلك اليوم أخبار قوم في ظل ظليل في ذلك اليوم في حين غالب الناس في هذا الحر الشديد في هذا اللفح الشديد للنار واللهب الشديد لها للشمس والعياذ بالله تعالى هناك أقوام أحسنوا معاملة خالقهم في الدنيا عاملوه بالصدق والإخلاص في دار الدنيا فأمنهم يوم لقائه أيقنوا أن هذه الدنيا ما هي إلا أيام قلائل فقطعوها في طاعة الله عز وجل وحفظوا أنفسهم عن المعاصي وكلما وقعوا شيئا منها عجلوا وبادروا إلى التوبة والأوبة إلى الله عز وجل فأمنهم الله في ذلك اليوم لأن الله قضى ألا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين كما قال الله عز وجل في الحديث الصحيح هؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أي السبعة أنت هل تحرص على أن تكون في أكثر من صنف وأكثر من نوع من هؤلاء أم أنك ربما لا تحصل أن تكون في صنف من هذه الأصناف إمام عادل وربما عدلك في البيت بين أولادك أو بين زوجاتك أو في عملك أو في وظيفتك يلحقك بهذا الصنف وشاب نشأ في عبادة ربه يا حسنه ويا بشرى حينما يمسك بزمام نفسه ويتحكم فيها ويقودها إلى الله عز وجل في حين غيره من الشباب لا يعرف حراما من حلال ويغط والعياذ بالله تعالى
ربما غاص في مستنقع الشهوات عياذا بالله تعالى وفعل ما أراد وما شاء. أما هذا الشاب فقد أمسك بزمام نفسه وخطمها وزمها على طاعة الله وأمسكها وحبسها على طاعة الله عز وجل. هو يشرب الحرام وأنت امتنعت، هو ينظر إلى الحرام وأنت امتنعت، هو يأكل الحرام وأنت امتنعت. أبشر في هذه المدة اليسيرة التي جاهدت نفسك يكون هذا الفرح وهذا الثواب في هذا اليوم العظيم بل وما بعده أيضا. شاب نشأ في عبادة الله، كن ذلك الشاب بالحرص على طاعة الله عز وجل. ورجل قلبه معلق في المساجد، أو يكون ذلك الذي يضيع الصلاة ولا يعتني بها ويفرط فيها ويجمع صلاة لأخرى وربما نام عنها عمدا أو تركها عمدا، أيكون من هؤلاء؟ رجل قلبه معلق في المساجد لا يكاد يخرج إلا ويحن للمسجد مرة أخرى، يريد أن يعود مع عمله وتجارته ودراسته ومذاكرته ونشاطه في ذلك، لكن القلب ليس في هذه، وإنما القلب في المسجد حبا له وحرصا على طاعة ربه. ورجلان تحابا في الله، ليس للهوى وليس للشكل ولا للمنصب ولا لحاجة دنيوية، وإنما في الله. فيجبرك هذا الحديث على أن تحب المسلم، وإن كنت أنت تقول أنا لا أحبه لكذا وكذا من الصفات لشكل أو وصف، لا، طالما كان طائعا لله فعليك أن تحبه في الله سبحانه. شاب أو رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه بموت أو بأن عصى بعضهم ربه ونصح فلم ينتصح ففارقه صاحبه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وكم يكون قدر الطلب في هذا الزمن الذي استعرت فيه الشهوات؟ ففي الطريق تجد ذلك الطلب، وفي الشاشات تجد ذلك الطلب، بل وعلى هاتفك تجد ذلك الطلب. فحينما تمتنع فأنت ممن دعته هذه المرأة وقال إني أخاف الله بحاله أو مقاله، فكان من هؤلاء السبعة. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وما أحوج إخواننا في الصعيد بعد هذه الأزمة العظيمة التي يعانون منها، أزمة السيول، للصدقات والمعونة والإعانة وتنفيس الكرب حتى ينفس الله عز وجل عنا كربات ذلك اليوم. فلنبادر إخواني لكشف الكرب عن إخواننا والصدقة ولو باليسير، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها أو أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لعلها تكون في سجدة في جوف الليل، لعلها تكون في صلاة فريضة لم يعلم حتى صاحبك الذي بجوارك عنها شيء، لعلها تكون في تلاوة قرآن بعض الآيات قرأتها فذكرت الله بها فبكيت من خشية الله، لعلها جلسة محاسبة حاسبت فيها نفسك عما فرطت في جنب الله فخشعت ودمعت عيناك، فربما كنت أيضا من هؤلاء السبعة. احرص أن تدخل من أكثر من باب وتكون في أكثر من صنف حتى إذا فاتك صنف نفعك الآخر بإذن الله تعالى. مع شدة هذه الأهوال لكن الذين عاشوا على طاعة الله هم في أمن في الدنيا والآخرة، وعلى خير في الدنيا والآخرة وسعادة في الدنيا والآخرة. وليكن همك الإكثار من القربات والتشبث بالطاعات لتقرب غدا من رحمة الله عز وجل. يوم يحاسب الناس فيه على أعمالهم، وكيف لا يكون ذلك شديدا؟ والحكم في ذلك اليوم هو من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، من تفرد بالعظمة والكبرياء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. إنه حساب ملك الملوك، حساب من يعلم السر وأخفى. ما أظنك تجهل أن حساب الله لخلقه ليس كحساب الخلق بعضهم بعضا، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هل وقفت معي عند قول الله تعالى إن الله سريع الحساب وتفكرت فيها؟ قال علي حينما سئل كيف يحاسب الله العباد يوم القيامة فقال كما يرزقهم في يوم، كل الخلق في يوم واحد إيه؟ يرزقون، يصل إليهم جميعا إليه؟ الرزق. فكذلك لا شيء يحد قدرة الله عز وجل،
إياك وأن تقيس صفات الله على صفات البشر كما يرزقهم في يوم. كيف يحاسب الله العباد يوم القيامة؟ يعني في يوم. فقال علي كما يرزقهم في يوم. وقال الحسن حسابه أي سبحانه أسرع من لمح البصر، إنه حساب الذي لا تخفى عليه خافية. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. أناس يحشرون يقولون يا بشرانا، ويبشرون وتبشرهم الملائكة، وآخرون يقولون يا ويلنا، يدعون على أنفسهم لتفريطهم في حق الله وفي جنب الله، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لذا احذر أن تلقى الله كذلك، بل حاول دوما أن تمحو هذه الذنوب، صغائر وكبائر، صغائر بالمكفرات كرمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة وسائر الصالحات، وكذلك الصبر على البلاء والمصائب، وكذلك سائر المكفرات. أما بالنسبة للكبائر فبالتوبة الصادقة النصوح لتلقى الله بصحيفة نقية بيضاء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنه موقف لا يدري العبد كيف يكون فيه غدا. يا لمصيبة من نوقش الحساب، ويا لمصيبة من أحصيت عليه سيئاته حتى رأى ألا نجاه. قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك، ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت يا رسول الله جعلني الله فداك، أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض، أي الحساب اليسير هو العرض. لذا كان نبينا يدعو يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أكثر من هذه الدعوة، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ثم قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك، رواه البخاري. قال القرطبي الحساب المذكور إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. يا من أيقنت بموقف الحساب غدا، ماذا أعددت لذلك الموقف؟ أتدري أول ما يحاسب عليه العبد غدا؟ إنه الذي فرطت فيه في دنياك. أكثر شيء ربما فرطت فيه هو أول شيء تحاسب عنه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يا لكرب تلك الأقدام والتي لن تزول عن أرض الموقف حتى تسأل، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وهناك موقف آخر ينتظرك أخي في أرض المحشر، تعاين الشدائد والأهوال، أتدري ما هذا الموقف؟ إنه موقف الميزان. ميزان لا يظلم نقيرا، ميزان من صنع وخلق أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ميزان توضع فيه حسناتك وسيئاتك. كيف أنت وقتها؟ بل كيف أنت اليوم؟ هل فكرت في يوم تحاسب فيه على أعمالك؟ على أي حال ستكون كفات ميزانك غدا؟ إما أن طاحت الحسنات بالسيئات فأنت السعيد، وإما أن طاحت السيئات بالحسنات فما أشقاه يومها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمعت هذا الحديث لأول مرة، قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، لو وزن في الميزان السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يقولون ما عبدناك حق عبادتك. نحتاج إخواني أن نتذكر ذلك الموقف وأن نستحضر هذه المشاهد لنحسن المسيرة إلى الله عز وجل. ذاك هو الميزان بعجائبه، فماذا أعددنا له؟ لا تأتين أخي غدا بحسنات خفيفة وأوزار ثقيلة فتجد أمامك ميزانا لا يفوت مثقال ذرة، إذ قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تذكر أخي إذا تطايرت الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فيا ترى مع أي فريق أنت يومها؟ مع أهل السرور، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف إيه؟ يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أم مع أهل الثبور، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، فرح البطر والأشر والعياذ بالله تعالى، وليس كحال المؤمن الذي يفرح ويسعد بطاعة الله وبما أحل الله له وأباح. يا لحسرة أقوام يومها، أضاعوا ساعات العمر في المعاصي وهجروا الطاعات والصالحات. وهنالك أخي أيضا في المحشر يجثم أمر آخر، وتجد أمرا آخر، ألا وهو حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، ذاك الحوض الطاهر الذي من شرب منه لم يظمأ أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. حوض النبي صلى الله عليه وسلم تسير في طوله مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، أي في العدد، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. ما أكثر الواردين يومها إلى ذلك الحوض الطاهر، الكل كبده حرا يبتغي الري من ذلك الحوض المبارك، ولكن هناك من يرد عن الحوض، هناك من يدفع ويزاد عن ذلك ويزاد عن الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، أي يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل مما يبقى طول حياته نفسه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه يلقاه، نفسه يشرب من يده، ثم يأتي يوم القيامة لسوء كسبه وعمله فيطرد ويبعد ويصرف بما كسبت يداه. إيه يا ترى العمل؟ قال: وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. وفي رواية أخرى للحديث ولفظ آخر أنهم أهل البدع الذين تعبدوا الله عز وجل بالبدع، بدلوا وغيروا شرع الله عز وجل عياذا بالله تعالى. فالزم نهج نبيك صلى الله عليه وسلم، إلزم منهج أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كن على الجادة على فهم أسلافنا لكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم المهول أيضا ينصب الصراط على متن جهنم، فلا طريق لأحد إلا منه، فلا طريق لأحد إلا منه، لن تفارق ساحة القيامة إلا بالمرور على الصراط، إما إلى الجنة وإما إلى النار. كيف أنت يومها؟ أمن الناجين أم من الذين تخطفهم كلاليب الصراط لتقذف بهم في جهنم؟ إنه الصراط ما أفظعه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ويوضع الصراط مثل حد الموسى. عارف الموس؟ شوف الحد بتاعه قد إيه؟ مثل حد الموسى. تخيل كده إنسان ممكن يمشي على الموس؟ مثل حد الموسى. فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول الله: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الصراط إنما يتسع للذين لازموا طاعة الله في الدنيا، للذين استقاموا على صراط الله في الدنيا، ويضيق ويصعب على هؤلاء الذين تنكبوا الصراط. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. شايف سرعة البرق؟ قال: قلت بأبي وأنت وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، الريح الشديدة، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم. تأمل، تجري بهم أعمالهم، العمل سبب كي تجري على الصراط، والتقصير في العمل سبب كي يكون البطء على الصراط. أي الحالين تختار؟ أنت تحكم بنفسك على نفسك، فحالك هنا في المسارعة إلى طاعة الله هو الذي سيكون على ذلك الصراط. قال: ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. قال: حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج. واحد يعدي على الصراط
الكلاليب تطلع تخدشه، لكن يقدر الله له برحمته أنه لن يسقط في النار بل ينجو. وعايزك تتخيل معايا المشهد لما يبقى على الصراط أسفل جهنم، الظلام الحالك والأعمال هي التي تنير لأصحابها، والسرعة تكون بحسب العمل أيضا، والصراط ضحد مزلة، وتأتي هذه الخطاطيف وتخدش الناس على الصراط. ده لو واحد ماشي في طريق ضلمة وقالوا له في قطاع طريق هيطلعوا عليك، في ناس هتثبتك، يبقى ماشي مرعوب. ما بالك لما يبقى على صراط تحتيه جهنم والخطاطيف عماله تطلع وعماله تخدش فيه، ما هوش عارف الخطاطيف دي هتوقعه ولا هينجو ويسلم ويسلمه الله عز وجل. خطاف ترك الصلاه والتهاون بها، خطاف شرب الخمر والمخدرات وسائر الموبقات، خطاف الزنا والفواحش، وهكذا المعاصي هذه التي كانت تخطفك في الدنيا ان لم يتب الانسان منها تخطفه ايضا وهو على الصراط، ولا حول ولا قوه الا بالله. فمخدوش ناج ومكدوس في النار، مكدوس يعني مقطع، يعني تقطعه الخطاطيف والعياذ بالله ويسقط في جهنم عياذا بالله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. ذاك هو الصراط الذي لا يجوزه إلا صاحب عمل صالح، ولا يبصر في ظلمته إلا بنور الصالحات. فيا لسعادة من أكثر من الصالحات، ويا لشقاء من جاء خفيفا من حمل الطاعات. ومن أهوال ذلك اليوم أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. أقوام من ذرية آدم أمر بهم إلى جهنم والعياذ بالله تعالى، يا آدم أخرج بعث النار. وذلك أن الكفار لا يمرون على الصراط كما في صحيح مسلم حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البعث، وأنه ينادى على كل أمة يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فيمثل لمن كانوا يعبدون الشمس صورة شمس ويتبعونها فتقع بهم في جهنم، وهكذا مع كل من عبد من دون الله حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فإذا مروا جميعا على الصراط أعطوا الأنوار وانطفأت أنوار المنافقين والعياذ بالله تعالى. يقول الله عز وجل لآدم يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول الله له خذ بالك الجملة اللي جاية دي هتشيب الوليد الصغير. وعايزك تتخيل طفل صغير مش مكلف أصلا يشيب من هول ذلك. قال يقول الله له من كل 1999، هي كل 1000 من بني آدم 999 في جهنم وواحد فقط في النار. عرفت أن الطريق فيه تفرد، عرفت أن الطريق فيه غربة، عرفت أن الطريق فيه وحشة. لما أنت تحاول تستنب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المظهر، تعفي اللحية، تلبس القميص مثلا، وتحاول أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي ربما من العادات، حبا في نبيك صلى الله عليه وسلم تحاول أن تأخذ الدين بقوة، ادخله في السلم كاف فلا تنتقي كما يفعل البعض، تحاول ذلك فتشعر بغربة، حواليك الناس مش زيك، حواليك الناس بتهزأ بيك بتسخر منك، تحس ان انت ماشي في طريق لوحدك. فإن صبرت كنت من هؤلاء بإذن الله تعالى الذين يكرمون في ساحة القيامة، يكونون في ظل العرش وسائر أنواع الكرامات. وإن لم يصبر الإنسان وجذبته تلك الشهوات فربما سقط بسبب ذلك من على الصراط بحسب تلك الجرائم والجنايات والعياذ بالله تعالى. افهم هذا المعنى، وأن الالتزام فيه غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فأنت تكون غريبا وسط الناس، مختلفا وسط الناس، لك شأن وللناس شأن، افهم ذلك كي تثبت على الصراط في الدنيا، وكي تستمر فتثبت على الصراط في الآخرة. قال فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اشتد الأمر على الصحابة لما سمعوا ذلك، وهم من هم في الفضل والمكانة والمنزلة، مش زي بعض الناس أو كتير مننا دلوقتي يسمع الحديث وعادي ما فيش أي أثر. الصحابة سمعوا الحديث من كل 1999 خافوا، قالوا وأينا ذلك الواحد؟ مش يجي الواحد يسمع لك ده مش إحنا، ده فلان وعلان وزيد لا، يسقطون النصوص على أنفسهم خوفا. قالوا أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن السماك رحمه الله أقسم بالله لو قد رأيت القيامة تخفق بزلزال أهوالها، والنار قد علت مشرفة على أهلها، وقد وضع الكتاب ونصب الميزان وجيء بالنبيين والشهداء، قال
يعني لو رأيت ذلك لسرك أن تكون لك في ذلك الجمع منزلة. أبعد الدنيا دار محتمل أم إلى غير الآخرة منتقل؟ هيهات، كلا والله، ولكن صمت الآذان عن المواعظ وذهلت القلوب عن المنافع، فلا الواعظ ينتفع ولا السامع ينتفع. ألا متأهب فيما يوصف أمامه؟ ألا مستعد ليوم فقره وفاقته؟ ألا شيخ مبادر انقضاء مدته وفناء أجله؟ أيها الأحبة، المفزع يومها إلى الله مالك الملك. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. أخي، ماذا أعددت لنفخ الصور وكرباته؟ ماذا أعددت ليوم تمور فيه السماء وتتشقق؟ ماذا أعددت ليوم تدك فيه الأرض وتنسف فيه الجبال؟ ليوم تحترق فيه البحار؟ يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس؟ يوم ينصب فيه الميزان وتتطاير فيه الصحف؟ يوم ينصب فيه الصراط على جهنم؟ هل من صالحات تكون جواد نجاتك يوم الكربات؟ هل من صالحات تكون نورك يوم الظلمات؟ هل من صالحات تكون ظلك يوم تدنو الشمس من رؤوس البريات؟ هل من وسيلة تؤنس قلبك يوم يفر الخلق من الأهل والقرابات؟ ألا فلتسعى اليوم وأنت صحيح إلى امتلاك سلم النجاة، سلم إذا أفردت ربك تعالى بخالص التوحيد وكامل العبادة فقد أسست فيه درجة، إذا صليت ركعات فرضك من الصلوات فقد أسست أيضا درجة، إذا صمت شهرك محتسبا وقمت ليله محتسبا فقد أسست درجة، إذا زكيت مالك إن كنت من أهل اليسار فقد أسست درجة، إذا قصدت بيته تعالى بالحج والتعظيم فقد أسست درجة، إذا أغثت ملهوفا وفرجت عن مكروب فقد أسست درجة، إذا صدقت في طاعتك لله تعالى فالتمست مراضي واجتنبت مساخطه فقد أسست درجات. أخي، نحتاج أن نكثر من ذكر يوم القيامة حتى تلين القلوب وحتى يستقيم السير وحتى نستطيع ترويض هذه الشهوات المستعرة، فإننا وحين نتكلم عن كيف تروض الشهوة، ذكر اليوم الآخر من أعظم المعينات على إتقان الشعائر والتزام أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. نحتاج أن نكثر من السماع والقراءة عن اليوم الآخر. اسمع سلسلة أحداث النهاية، اقرأ كتاب نهاية العالم، اقرأ كتاب العالم الأخير، اقرأ في كتب العلماء وكتب السلف واستمع هذه المحاضرات حتى يكون القلب معلقا بالآخرة فيستقيم السير في الدنيا. هذه قصة أختم بها، يقول صاحبها، والقصة تبين أثر ذكر اليوم الآخر في الاستقامة والسلوك على الصراط المستقيم في الدنيا. قال: في ليلة من الليالي ذهبت إلى فراشي كعادتي لأنام، فشعرت بمثل القلق يساورني، فاستعذت بالله من الشيطان ونمت. قال: فرأيت فيما يرى النائم أن شيئا غريبا وضخما قد وقع من السماء على الأرض. قال: لم أتبين ذلك الشيء، لا أستطيع وصفه، فهو مثل كتلة النار العظيمة رأيتها تهوي أي تسقط. قال: فأيقنت بالهلاك، أصبحت أتخبط في الأرض وأبحث عن أي مخلوق ينقذني من هذه المصيبة. قالوا: هذه بداية يوم القيامة، يعني في المنام قيل له هذه بداية يوم القيامة والساعة قد وقعت وهذه أولى علاماتها. قال: فزعت وتذكرت جميع ما قدمت من أعمالي الصالحة منها والطالح، وندمت أشد الندم، قرضت أصابعي بأسناني حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال: قلت: والخوف قد تملكني، ماذا أفعل الآن وكيف أنجو؟ فسمعت مناديا يقول: اليوم لا ينفع الندم، اليوم لا ينفع الندم، سوف تجازى بما عملت. أين كنت في أوقات الصلوات؟ أين كنت عندما أتتك أوامر الله؟ لما لم تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي؟ كنت غافلا عن ربك، قضيت أوقاتك في اللعب واللهو والغناء، وجئت الآن تبكي، سوف ترى عذابك. قال: زادت حسرتي لما سمعت المنادي يتوعدني بالعذاب، بكيت وبكيت ولكن بلا فائدة. قال: وفي هذه اللحظة العصيبة استيقظت من نومي، تحسست نفسي فإذا أنا على فراشي. قال: لم أصدق أني كنت فقط في حلم حتى تأكدت من نفسي، تنفست الصعداء ولكن الخوف ما زال يتملكني. فكرت وقلت: والله إن هذا إنذار من الله،
ويوم الحشر لا بد من لماذا أعصي الله، لما لا أصلي، لما لا أنتهي عما حرم الله. أسئلة كثيرة جالت بخاطري ولم أجد إلا إجابة واحدة: عد إلى الله حتى تنجو في ذلك اليوم العظيم. قال: أصبح الصباح وصليت الفجر فوجدت حلاوة الإيمان في قلبي، وفي ضحى ذلك اليوم نزلت إلى سيارتي فنظرت بداخلها فإذا هي مليئة بأشرطة الغناء، أخرجتها واكتفيت ببعض الأشرطة الإسلامية النافعة، وبقيت على هذه الحال في كل يوم أتقدم خطوة إلى طريق الهداية، أسأل الله أن يثبتني وإياكم عليها. ونحن أيضا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طريق الهداية، ولكن خذ بأسبابه، كن مع أهله، اجتهد في حضور مجالس العلم، واستقم كما أمر الله فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي الأسبوع القادم مع سبب آخر من أسباب زيادة الخوف في القلب من الرب سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.